مكعازي 23، محمد زريدة 19، زكريا رابطي 14، سي يسري بوزوك 26، وحمزة خابة في الخط الأمامي رقم 17، اللاعب لسان في انتصار الرجاء الرياضي أمام اتحاد طنجة في آخر مباريات الدوري المغربي. بالمقابل فريق الفايبرز الذي يقوده بيتو بيانكي المدرب البرازيلي فطر الأسماء التالية: مودو كيتزا في حراسة المرمى، مانديلا 20، إضافة إلى موكونداري 16، جوكو 15، غالي وانكو رقم 3، أنوكاني 40، سيناتونو رقم 6، وطمابار رقم 5، غاندي في النسخة الماضية والثالث حاليا في ترتيب الدوري للموسم الجديد والمنافسات في أوغندا. الدوري المحلي هناك لم يستأنف بعد، الدوري توقف منذ شهر ديسمبر الماضي، وفي هذه الفترة عمد بيتو بيانكي البرازيلي على إجراء مباريات ودية. هذا التوقف سيكون له تأثير بدني فني على لاعبي فريق الفايبرز، وبالتالي ينعكس إيجابا على أداء ونسق والفنيات فريق الرجاء الرياضي عن أهمية حصد الثلاث نقاط الأولى في أول دور على مستوى دوري لمجموعات الشامبيونز. بينما انطلاقة رجوية في الدقيقة الأولى، الومضة الأولى، الفرصة الأولى، المناورة الأولى، لكن فيها تغطية. وتراوري ماذا يقول؟ بالمناسبة اليوم الحاكم الماضي تراوري هو من يقود هذه المواجهة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، مجموعة التي يتواجد 50,000 متفرج خاصة في الكورفا السود مشاهدين الكرام. لكن راجا لما نقول أنت في حضرة العالمي رغم الصعاب ورغم العراقيل، ولكن قادر على تحقيق الانتصار. اسماعيل بالمقدم بذكريات الكاف وإنجازات مع فريق النادة البركانية، الكرة الأمامية للاستلام من حمزة خابة، يلعب لي يسري بوزوق، محاولة المرور فيها مهارة فيها عرضية، ولكن فيها تدخل بنتيك في المستوى سندا، يحاول هنا يدخل لمنطقة الجزاء. التحضير هنا بلمسة قصيرة، ممتاز محمود بن تايك، العرضية بن تايك ولكن فيها إبعاد في نهاية المطاف، تخرج إلى الرمية الجانبية لفائدة الفريق الأخضر. الاستحواذ مع البداية منطقي جدا، الرجاء الرياضي هو اللي من المفترض أن يفرض أسلوبه الهجومي وضغطه الهجومي لتسجيل هدف مبكر، وممكن هنا الجول. نعم الجول الأول، المباغة الأولى والومضة الأولى مشاهدينا الكرام. حمزة خابة يفاجئ الدفاعات وباغة حارس المرمى مودو كريتس. نعم 1-0، هدف مبكر كنا ننتظره يا حمزة خابة الهداف نعم للرجاء الرياضي، يفتتح العتاد وأول هدف للأخضر في دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا. حمزة خابة القناص يخطف كرة بالرأس وبالتالي باغت أربعة مدافعين. شوف الإعادة هنا، يتخلص من الرقابة الرأسية سوى التموضع لحارس المرمى. شوف الإعادة هنا، التحضير كان ممتاز جدا من جمال حركاس حمزة خابة في التموضع الممتاز، وبالرأس يفاجئ الحارس كريتزا. 1-0 مشاهدي الكرام لفائدة قدام بالمقدم، رجعت للخلف جمال حركاس، يعيد لأناس الزنيتي الكلاس ومواصلة المشوار. أناس الزنيتي مع فريق الرجاء فضل أن يواصل المسيرة مع فريق يعتبر واحد من أقطاب ليس فقط الكرة العربية ولكن على المستوى الإفريقي، لأن الرجاء من زمان يعني الشعبية تجاوزت المغرب وتجاوزت إفريقيا، بل هناك في أمريكا الجنوبية عندما سطع نجمه في سماء البرازيل، وعندما تعرف أكثر الجمهور على اسم الرجاء ونجوم فريق الرجاء الرياضي. هنا الكرة الأمامية والمتابعة الثاني، والثاني جول، والثاني جول، جول جول جول، الثاني لم يتأخر. هذه المرة جمال حركاس، هل نحن على موعد مع حصة كبيرة؟ هل نحن على موعد مع فيستيفال أهداف؟ 2-0 في ظرف ربع ساعة مشاهدي الكرام، والسجدة للمولى تعالى هنا من جانب جمال حركاس وبقية اللاعبين. انهيار مع البداية، وتساءل هل الطريق مفتوح وبشكل مباكر نحو الانتصار. شوف الأخطاء، الكرة الأولى تضرب في القائم والثانية في متابعة من دون رقابة من جمال حركاس. هذه الإعادة مرة أخرى، إعادة مرة أخرى، حمزة خاب الكرة في القائم
ولكن هنا متابعة ممتازة جدا من جمال حركاز في ظل غياب الرقابة، يعني سيمبا التنزاني الأسبوع القادم. نرجع للكرة لفائدة فريق، يطلب من المكعازي الخروج من الرقابة لاستلام الكرة، بالفعل وهو ما حصل. مكعازي يعيد لأولو، صعود للاعب اسماعيل بالمقدم ممتاز في ظل غياب الرقابة. الانسلال، عرضية في القائمة الثاني، عرضية في القائمة الثاني، ولكن الهبطي ممتاز، الهبطي، لكن هذه ممكن جول الثالث قبل نهاية الجولة الأولى. محمد زريدة يمنع الكتيبة الرجوية ساري تلاتة بصورة رائعة جدا. تيكي تاكا، وقبل دقائق من نهاية الجولة يسري بوزوق يستفيد من كرة الهبطي، حطها لزريدة من دون رقابة. عنده مشكل كبير في الدفاع، يعني نتكلم عن منظومة كاملة لفريق فايبرز فيها خلل كبير، ليس فقط الدفاع. لاحظ معي هنا بوزوق وحده، بوزوق استلمها على راحته ثم مررها في اتجاه زريدة. زريدة خاد وقته، زريدة خاد وقته، خاد راح 25. هنا كرة، الرابع جول، 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 الرابع رجاوي، الرابع رجاوي. لمسة فنية جميلة جدا، يسري بوزوق يتوج هذا الأداء الهجومي الرائع. هذا تمرير حريرية، لاحظ معي اللمسة الفنية من حمزة خابة. الله، حمزة خابة، يا سلام على الأسيست، يا سلام على التمريرة المليمترية الذكية الرائعة. حمزة خابة يسجل، وحمزة خابة يصنع، ويسري بوزوق يرفعها بهذه الصورة. نعم، ليتواصل مهرجان الأهداف لفائدة، وكذلك اسماعيل تلعب هذه الركنية من الحافظي، والرأسية لا زالت رجاوية. الهبطي سدد الكرة، التسديد من زكريا الهبطي، والحارس يتصدى، لا زالت رجاوية. الأجمل ثلاث قائمة، أهولو يسجل خامس أهداف الرجاء الرياضي، يمينية قوية. أهولو هل أهلالو في كرة، نعم، لروجر أهولو يسجل.